الحلقة رقم 24. سلام، اليوم راح يكون عندنا شوية أخبار وعن آخر التطورات بقصة بيسان وجواني. نبدأ بخبر الأول. الخبر الأول يحكي عن مقطع جواني وليش انحذف بسبب بيسان بكوبي رايت. جواني نزل هذه الصورة بالإنستغرام واللي كانت تتكلم فيها عن إنه الفيديو انحذف بسبب كوبي رايت رفعتها شركة ديوان. طبعاً ما يعرف شركة ديوان هي الشركة اللي فيها بيسان، رغم إنه أساساً جواني ما أتوقع إنه استخدم أي شيء من بيسان، ولكن الفيديو انحذف. ما أدري شنو صراحة السبب، لكن شكلهم لقوا ثغرة يعني. طبعاً الشركة اللي هي ديوان ولا حتى الفان اللي بيها جواني عم ما حد يقول ليش ده تحكي بس على ديوان. هذول الشركات دائماً يأخذون الأرباح من الأشخاص ويعطوها للمشاهير اللي وياهم يعني. طبعا مقطع جواني راح تلقوه جوا بالوصف اللي حاب انه يشوف المشافة يعني، ولكن بطريقك حط زر اللايك واشترك بالقناة وفعل زر الجرس عمود يوصلك كل شيء جديد. على كل جواني رد طبعا بستوريات وتكلم فيها عن حذف المقطع، راح احط لكم حاليا الستوريات تتكلم بها. حبايبي شفت الصورة اللي نشرتها من شوي؟ حسب الفيديو، انا الصراحة مو متضايق على الفيديو، وصل لعدد كبير من الناس، وصل لكم، بس انا اللي مضايقني هالمرأة البريئة اللي طلعت بالفيديو، هالأم اللي ما ذنب شيء. انا اسف يا خالتي ما قدرت اوصل رسالتك وحقك على راسي من فوق، بس بقول لك انه احنا نحن معك وان شاء الله يا رب يلتقى ابنك، يا رب يلتقى ابنك تعرفه وينثبت الحق كلياته. وبتشكر كل الناس اللي نشرت الفيديو بكل مواقع التواصل الاجتماعي، وانا رح احاول ارجع الفيديو مره ثانيه بس عشان تعرفوا انه هن عم بيخافوا تنكشف الحقيقه، ما هي انكشفت وصلتوا نقطه سوداء قدام الناس كلياتها وعرفت وسخنتكم وعرفت كل شيء. حسب الفيديو يا جماعه بعد الاختيار اللي امبارح عملت عليها رده فعل، هي ام وساعد امي ان شاء الله، وان شاء الله نحصل لها ابنه، واللي بيحسن عن جد بيعرف اي معلومه عن 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 الابنه او عنها يبعث لي اياها وانا جاهز اني اساعدها. بس شوفوا بعينكم لوين الوسخه صارت، شوفوا بس. المهم الخبر الثاني اللي احنا نتكلم عليه واللي هو رجوع حساب امجد اللي هو حساب الانستغرام. طبعا حساب امجد رجع الانستغرام بعد ما تهكر مثل ما عرفتوا يعني بالمقاطع السابقه، راح احط لكم حاليا ستورياته. حبايبي كيفكم؟ شو أخباركم؟ في كثير منكم عم يسألني، عم بعث لي على الخاص أمجد وين؟ صار لك يومين غاطت أمجد، ليش ما عم تبين؟ ليش ما عم تطلع تحكي؟ وشو قصة حسابك متهكر؟ حبايبي حسابي تهكر في كم ولد هيك كان عم يبلغوا عليه شغلتهم صغيرة، الحمد لله آخر شيء مصير الحق يرجع لأصحابه. وبحب كمان لكم إنه نحنا إذا في كم ولد هيك صغار عم يعوّى علينا، نحنا في جيش ورانا بيحبونا واقفين معنا وبيعرفوا إنه نحنا أصحاب حق. وشغلة تانية كمان لهدول اللي عم يقولوا إنه أمجد بتحفظ ابنك وما بتحفظ ابنك، بدي لكم حبيباتي أنا بحفظ ابني وبربيه وبعلمه، وبطالعه إنسان مثقف بحب غيره، ما بيحكي بعرض وشرف حدا، خصوصي إذا كان فايت على بيته وآكل عنده، أحسن من كتير عالم مو شاطرة غير إنها تجيب أولاد زد بالشارع وهالناس بتبتلي. والله ما بعرف كيف زابطة معكم يعني، والله الواحد بده الولد بيجيب، اللي بيجيب ولد بيربيه بيعلمه يحترم الناس.